أقرب إليك نجم الشريف المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد. كريستوس يسوس بين شويس بي بروسوكي ستاتيتي إتو بنوماتي سو Ερωβ αυτιές ο ήρων αυτή την αφεντήν σάρι ετάιον ουσάι εν σοφ ούν μαριν τούρο φοβός εν τε βαρε ήρων χεμπάες ο αφάιν υμνοτήρων τέβαινον εν έρεν ισβήνουν τε προκρατόρυπ σοι σε βεννότη προς ευεξάστη Κύριε λέησον Αγία Σέιδε Ρόμπε λεδόπτε κουλ αβού Ρόμπινα ολέχνα μου χαλίς νέσου αν Μέσιχ να σκουρακ αλέ κουλ χέλιν ομλέκ κουλ χέλα φι κουλ χέλιν لأنك سترتنا أنتنا عبستنا قبلتنا ليك أشفقت عنينا عضتنا أتيت بنا لهذه الساعة أطلبوا لك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم. من أجل هذا نطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفه كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس أشرار خيام الأعداء خافين الظاهرين انزحى عنا وعن سائري شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصلاحات والنفعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطانا السلطان دوس الحياة والعقارب على كل قوات العدو أيضا فنسأل ضابطك كل أبا ربنا ونسأل مسوى المسيح نسأل من صلاحك يا محب البشر أذكر يا رب مرضى شعبك يا رب رحم تعهدهم بالمراحم والرافات اشفيهم انزح عنهم عنا كل مرض وكل استقام وروح الأمراض اطردوا والذين أبطأ مطروحين في الأمراض أقيمهم وعزيهم والمعذبون من روح النجس أعطيكم جميعا الذين في السجون أو المطابق أو الذين في النفي أو السبي أو المقبوض عليهم في عبودية مرة يا رب أعطيكم جميعا وارحمهم لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين رجاء من ليس رجاء معين من ليس معين عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها أعطيها يا رب رحمة أعطيها يا رب نياحا أعطيها برود أعطيها نعمة أعطيها معونة أعطيها خلاصا
أعطها غفران خطاياها وأساميها، ونحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها، والتي الأجساد العافية عافيها الطبيب الحق الذي أنفسنا أجسادنا، يا مدبر كل جسد توحدنا بخلاصك. يا رب ارحم. نسأل أطلب من صلاحك يا محب البشر، أذكر يا رب أبانا وأخوتنا المسافرين يا رب ارحم والذين يضمرون السفر في كل مكان، سهل تركهم أجمعين، كان في البحار أو بحيرات أو الطرق المسلوكة الجو أو السالكين، بكل نعم بكل أحد ردهم إلى مزيد من هذه من الخلاص. تفضل أصحابهم في الإخلاص أو في المسير، ردهم إلى زويهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين. اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، ونحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا عاصف ولا قلق إلى يا رب ارحم. فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعالي الأرض السلام، وبالناس المسار نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق بمجدك، نشكرك من أجل عظم مجدك يا رب المالك على السماوات، الله الأب ضابط الكل، رب الإبن الواحد الوحيد يسوع المسيح الروح القدس، أيها رب الإله حمل الله ابن الآب فرافع خطيئة العالم ارحمنا، حامل خطيئة الأقبلة البطن إليك أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا، أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح الروح القدس، مجدا لله الآب أمين. أباركك كل يوم وأسبح اسمك القدوس إلى الأبد وإلى أبد الآبدين أمين. منذ للروح تبكر إليك يا إله نومرك يا نور الأرض، كنت أطلب في طرقك لأنك صرت لي معنا بكرا بتسمع صوتي بالغدائق فمي وقطراني. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ورد من العذراء ارحمنا، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا، قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. مجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن ودهر ودور كلها أمين. يا الثالوث القدوس ارحمنا، يا الثالوث القدوس ارحمنا، يا الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامنا، يا رب اغفر لنا ذنوبنا، افتقوا مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخواتنا الذين ارحمنا رز بلا خطايا، رب اقتر بطنا اليك لان لك المجد والعز والتقديس المثلث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ندخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا ان لك الملك بريستوس يسوس بن شوي سمين الليلويا شيرنا تنتي هو ايروثيس ميث إنه أتمنى برسنت تبسطوت إسمائهم بخريستوس هني وأنت بروسف كيف شوية بشير مني فكان النوبين أنا بول شريتي تسمية سناني بوينين طايفني بخريستوس بنوتي تبارتين وسس أواد مات يهم بشوي سريع وأنا أنت فرعون أمسيك أنت فكان النوبين أنا بول تبارتينوس مريم تيسي أوتوكوس أواد أنت بروستاتي سنت أنت جينوس أنت تي مترو مين بلزفين أريج والنهر بخريستوس بيطرف بوستون أنت شيرني أوتي بارثينوس تيورو إمنا ليسيني شرب شوشن تيبن جنوسار إكفونان نمانو إيل تنتي هو أريب مبوتي بروستاتيس إيتن هد نهرم بن شيسوس بخريستوس تفكان النوبينا نبولتين استيان بشتيلين صوبي انثوب ننبسيكي نيتو فونم تي مسمي انصوب شبرنا في مفنوتي الصم هو الذي رفع موسى على الجبل حتى أخذ لنا الناموس من قبل الرب الإله الصم هو الذي رفع إلي إلى السماء وخلص دانيال من جوب الأسود ربنا يسوع المسيح صمعنا 40 يوما و40 ليلة حتى خلصنا من خطايانا ونحن أيضا فلنصوم بطهارة وبر ونصلي صارخين قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لأن لك المجد الأبد آمين أونية ثمارية صابئ وهن سمنتي ما اسنوتي إن اسكيني بيأه إم ابن ماتي كون شرم ببشال كاتارو سيئي تصمتي خم بن كاهي أوه أسفيري ناني فول أوكر ابن من بارك ليطن في إيطف إيجن بشيري جن مؤنت بيردانيس كاتب تيبو سنو إيت شرم بغارتي إما بنسوس أصحي شنو فينان انتي هيرين انت افنو تيشتي إيطا شو بشاني رومي انسو هوي اوتن هلبيس شرو مبشار انو ايتي اري ايني ام بيناي ناري فاي خاروف خنتيني جي ايتي فاي بي ايسوس بي ميسي ايفو الخين فيوت اف مص فينا نيفولن خيتي اف اربنجي سنرم هي فاي غرمار انطاقو اف ايفو الخين بين هي تنشرب
من انسوس انخن بن كلاس نو شيفو لنجو امو جيبن شيسوس بخريستوس مصميون كان اخرن خيتن ان او ارفنت بك نفس واب فتيزوك سولو جيانا كشيريني او تي بارتينوس تيورو امنا ليثيني شيرب شوشون تي بن جنساريك فونا نمانو ايل تنتي هو اري بم بيوتي بروستاتي ايتن هوت نهرن بن شيسوس بخريستوس كان النوفينا نيفول ماركوس بي أبسطولوس أوه بي إف أنجيلستيس بي مثري خاني إم كافنتي بي منوغنس النوتياك إياك إر أو أي نيرون هي تنبك إف أنجيليون كت سافون مفيوت نبشيرين بب نما إث أو أب آكنت نيفول خين بكاكي إي خوني بي أو أي نمي اكتموني بي أي كنتي إب أن خدف إي إب سيدي فالخينت في آفت شي سموين خري إن خد إن جني بلتي روين تي إبكاهي أوه نك ساجي أفو شايف نك سنتي كوميني شيري نك أبي مرتيرو شيري بي إف أنجيلستيس شيري بي أبسطولوس ماركوس بي ثي أوري مستوفي مبشوي سيري يغنو بثي أوري مصرف أنجيلستيس ماركوس بي أبسطولوس تفكان النوفي ناني بول شوبين سو إرسم سيغن خيني ماتشو سي طريق نخيتو وتش استنفرنت سي اوتو كوست او ام بارتنو سنسي يونيفين ماتي هم بيطاري ماس بنسو تيرنا غاسوس دي بقولي نخي سي بولهارون تف سمنرا ننتفي شيريني او تي بارتنو سي اورو امنا ليثيني شيري بشوشون تي بنجنو سريك فونا نمانو ايل تنتي هو قريبا لبيوتي ابروس No tina inan te shonai erun shinhit kharun So te merun Eronari vueten erun Lembe gonte volharun jemben shinichen bek o gayo kanin no vina nevul من الآب والابن روح القدس الله الواحد آمين. يوم الخميس من الأسبوع الرابع من الصوم المقدس من سفر التكوين لموسى النبي بركاته على جمعنا أمين. أما يعقوب فمضى في طريق ولقاه ملاك الله وقال يعقوب إذ رآه هذا جيش الله فدعا اسم ذلك المكان محانيم. وأرسل يعقوب رسلا قدامه إلى عيسو أخي إلى أرض سعير بلاد أدوم وأمرهم قائلا هكذا تقولون لسيدي عيسو هكذا قال عبدك يعقوب تغربت عند لابان ولبثت إلى الآن وقد صار لي بقر وحمير وغنم وعبيد وإماء وأرسلت لأخبر سيدي لكي أجد نعمة في عينيك. فرجع الرسل إلى يعقوب قائلا أتينا إلى أخيك إلى عيسو وهو أيضا قادم للقائك و400 رجل معه. فخاف يعقوب جدا وضاق به الأمر فقسم القوم الذين معه والغنم والبقر والجمال إلى جيشين وقال إن جاء عيسو إلى الجيش الواحد وضربه يكون الجيش الباقي ناجيا. وقال يعقوب يا إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك فأحسن إليك صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك فإني بعصاي عبرت إلى هذا الأردن والآن قد صرت جيشين نجني من يد أخي من يد عيسو لأني خائف منه أن يأتي ويضربني الأم مع البنين وأنت قد قلت إني أحسن إليك وأجعل نسلك كرمل البحر الذي لا يعد للكثرة. وبات هناك تلك الليلة وأخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخيه 200 عنز و20 تيسا و200 نعجة و20 كبشا و30 ناقة ومرضعة وأولادهما 40 بقرة و10 ثيران و20 أتانا و10 حمير ودفعها إلى يد عبيده قطيعا قطيعا على حدة. وقال لعبيده اكتازوا أمامي واجعلوا فسحة بين قطيع وقطيع. وأمر الأول قائلا إذا صادفك عيسو أخي وسأل قائلا لمن أنت ولا أين تذهب ولمن هذا الذي قدامك تقول لعبدك يعقوب وهو هدية مرسلة لسيدي عيسو وهو أيضا وراءنا. وأمر أيضا الثاني والثالث وجميع السائرين وراء القطعان بمثل هذا الكلام تكلمون عيسى حينما تجدونه
وتقولون هوذا عبدك يعقوب أيضا وراء نرى أنه قال أستعطف وجهه بالهدية السائرة أمامي وبعد ذلك أنظر وجهه عسى أن يرفع وجهي. فاجتازت الهدايا قدامه، أما هو فبات تلك الليلة في المحلة. ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر وعبر مخاضة يبوق وأخذهم وأجازهم الوادي وأجاز ما كان له. فبقى يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال اطلقني، لأنه قد طلع الفجر. فقال لا أطلقك إن لم تباركني. فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب. فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب. فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال أخبرني باسمك. فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فنئيل قائلا لأني نظرت الله وجها لوهد ونجيت نفسي، مجدا للثالوث القدوس إلهي. من أشياء النبي بركاته على جميعنا أمين. لذلك اسمعوا كلام الرب يا رجال الهز وولاد هذا الشعب الذي في أورشليم، لأنكم قد قلتم قد عقدنا عهدا مع الموت وصنعنا ميثاقا مع الهوية، الصوت الجارف إذا عبر لا يأتينا، لأن نجعلنا الكذب ملجأنا والغش استترنا. لذلك هكذا يقول السيد الرب، ها أنا ذا أسس في صهيون حجرا حجرا امتحان، حجر زاوية كريما أساسا مؤسسا، من آمن لا يهرب، واجعل الحق خيطا والعدل مطمارا، فيخطف البرد ملجأ الكذب ويجلف الماء الستارة، ويمحى عهدكم مع الموت ولا يثبت مسككم مع الهوية، الصوت الجارف إذا عبر تكون للدوس، كلما عبر يأخذكم فإنه كل صباح يعبر في النهار وفي الليل، ويكون فهم الخبر فقط ازعاجا، أن الفراش قد قصر عن التمدد والغطاء ضاق عن التحاف، لأنه كما في جبل فراسيم يقوم الرب، وكما في الخطاء والغطاء عند جبعون يسقط ليفعل فعله الغريب وليعمل عمله الغريب. فالآن لا تكونوا متهكمين لألا تشدد ربطكم، لأني سمعت فناء قضى به من قبل السيد رب الجنود على كل الأرض، مجدا للثالوث القدوس. من سفر أيوب الصديق بركاته المقدسة تكون معنا أمين. فأجاب صفر النعماني وقال من أجل ذلك هواجسي تجيبني ولهذا هيجاني فيها، تغير توبيخي اسم وروح من فهمي يحييني. أما علمت هذا من القديم منذ وضع الإنسان على الأرض أن هتاف الأشرار من قريب وفرح الفاجر إلى لحظة، ولو بلغ السماوات طوله ومن رأسه السحاب كجلته إلى الأبد، يبيد الذين رأوه يقولون أين هو، كالحلم يطير فلا يوجد ويطرد قصيف الليل، عين أبصرته لا تعود تراه، ومكانه لن تراه بعد، بنوه يتردد بنوه يتردون الفقراء ويداه تزداد ثروته، عظامه ملآنة شبيبة ومعه في التراب تضطجع، انخلع في فمه الشر وأخفاه تحت لسانه، أشفق عليه ولم يتركه بل حبسه وسط حنكه، فخذه في أمعائه يتحول مرارة أضلال في بطنه، قد بلغ ثروته فيتقيأها الله يطردها من بطنه، ثم الأصلال يرضع يقتله لسان الأفعى، لا يرى الجداول أنهار سواقي عسل ولبن، يرد تعبه ولا يبلغه كمال تحت رجع ولا يفرح، لأنه ردد المساكين وتركهم واغتصب بيتا ولم يبنيه، لأنه لم يعرف في بطنه قناعة لا ينجو من مشتهاه، ليست من أكله بقية لأجل ذلك لا يدوم خيره، مع ملء رغده يتضايق تأتي عليه يد كل شقي، يكون عندما يملأ بطنه أن الله يرسل عليه حمو غضبه ويمطره عليه
عند طعامهم يفر من سلاح حديد تخرقه قوس نحاس جذبه فخرج من بطنه والبارق من مرارته ملق عليه رعوب كل ظلمة مختبئة لذخائره تأكله نار لم تنفخ ترع البقية في خيمته السماوات تعلن اسمه والأرض تنهض عليه تزول عليه بيته تهراق في يوم غضبه هذا نصيب الإنسان الشرير من عند الله ومراس أمره من القدير مجدا للثالوث القدوس أمين. حسنا عند داريوس أن يولي على المملكة 120 مرزبانا يكونون على المملكة كلها وعلى هؤلاء 3 وزراء أحدهم دانيال لتؤدى المرازبة إليهم الحساب فلا تصيب الملك خسارة ففاق دانيال هذا على الوزراء والمرازبة لأن فيه روحا فاضلة وفكر الملك وفكر الملك في أن يوليه على المملكة كلها ثم أن الوزراء والمرازبة كانوا يطلبون علة يجدونها على دانيال من جهة المملكة فلم يقدروا أن يجدوا علة ولا ذنبا لأنه كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب فقال هؤلاء الرجال لا نجد على دانيال هذا علة إلا أن نجدها من جهة شريعة إلهه حينئذ اجتمع هؤلاء الوزراء والمرازبة عند الملك وقالوا له هكذا أيها الملك داريوس عش إلى الأبد إن جميع وزراء المملكة والشحن والمرازبة والمشيرين والولاة قد تشاوروا على أن يضعوا أمرا ملكيا ويشددوا نهيا بأن كل من يطلب طلبة حتى 30 يوما من إله أو إنسان إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود فثبت الآن النهي أيها الملك وامض الكتابة لكي لا تتغير كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ لأجل ذلك أمضى الملك داريوس الكتابة والنهي فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته نحو أورشليم فجلس على ركبتيه 3 في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك فاجتمع حينئذ هؤلاء الرجال فوجدوا دانيال يطلب ويتضرع قدام إلهه فتقدموا وتكلموا قدام الملك في نهي الملك ألم تمضي أيها الملك نهيا بأن كل إنسان يطلب من إله أو إنسان أو حتى 30 يوما إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود فأجاب الملك وقال الأمر صحيح كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ حينئذ أجابوا وقالوا قدام الملك إن دانيال الذي من بني سبي يهوذا لم يجعل لك أيها الملك اعتبارا ولا للنهي الذي أمضيته بل 3 في اليوم يطلب طلبته فلما سمع الملك هذا الكلام اغتاص على نفسه جدا وجعل قلبه على دانيال لينجيه واجتهد إلى غروب الشمس لينقذه فاجتمع أولئك الرجال إلى الملك وقالوا للملك اعلم أيها الملك إن شريعة مادي وفارس هي أن كل نهي أو أمر يضعه الملك لا يتغير حينئذ أمر الملك فأحضروا دانيال وطرحوه في جب الأسود أجاب الملك وقال لدانيال إن إلهك الذي تعبده دائما هو ينجيك وأتى بحجر ووضع على فم الجب وختمه الملك بخاتمه وخاتم عظمائه لئلا يتغير القصد في دانيال حينئذ مضى الملك إلى قصره وبات صائما ولم يؤت قدامه بسراريه وطال عنه نومه ثم قام الملك باكرا عند الفجر وذهب مسرعا إلى جب الأسود فلما اقترب إلى جب نادى دانيال بصوت أسيف أجاب الملك وقال لدانيال يا دانيال عبد الله الحي هل إلهك الذي تعبده دائما قدر على أن ينجيك من الأسود فتكلم دانيال مع الملك يا أيها الملك عش إلى الأبد إلهي أرسل ملاك وسد أفواه الأسود فلم تضرني لأني وجدت بريئا قدامه وقدامك أيضا أيها الملك لم أفعل ذنبا حينئذ فرح الملك به وأمر بأن يصعد دانيال من الجب فأصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه فأمر الملك فأحضره أولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيال وطرحوهم في جب الأسود هم وأولادهم ونساءهم ولم يصلوا إلى أسفل الجب
حتى بطشت بهم الأسود وسحقت كل عظمهم. ثم كتب الملك داريوس إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها ليكسر سلامكم. من قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال، لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد، وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات وفي الأرض. هو الذي نجى دانيال من يد الأسود. مجدا للثالوث الأقدس إلى الأبد آمين. يا نستومين كلمين تغناطا أيها الطويل لنا كسر الرحمة باطنا قبل التهنى وطوبتنا اعترفنا أصبعك المقدس غير الدين السماء استحق سماعنا جيلك مقدسة ونحفظ الصلاك وأمرك نصبر فيها ب 160 بالمسيح سوى ربنا. اذكر يا رب مرضى شعبك اشفيهم، اذكر أبانا وأخواتنا المسافرين الدوم لو تنهم بسلامة وعافية. كلمين تغناطا أنا استومين كلمين تغناطا، يا أنا استومين كلمين تغناطا. أذكر يا رب هواة السماء وثمرات الأرض باركها، أذكر يا رب مياه النهر باركها سطح مقدارها، أذكر يا رب الزروع والعشب ونبات الحقل باركها. كلمين تغناطا أنا استومين كلمين تغناطا، يا أنا استومين كلمين تغناطا. اذكر يا رب خلاص الناس والدواب، اذكر يا رب خلاص هذا الموضع مقدس لكل المواضع كل ديار تابان الرجوسيين، اذكر يا رب رؤسانا محب المسيح. اكلمين تغناطا انا استومين اكلمين تغناطا، يا انا استومين اكلمين تغناطا. اذكر يا رب المسبيين نجيهم جميعا يا رب، اذكر يا رب ابانا اخوتنا الذين رقدوا تنيحوا في الايمان ارجوك سنيح نفوسهم اجمعين يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدموا وبسطهم اعطيهم كلهم لاجر السماء يا رب ارحم. كلومين تغناطا انا استومين كلومين تغناطا، يا ناس تومين كلومين تغناطا. اذكر يا رب المتضايقين في الشدائد والضيقات خلصهم من جميع شدائدهم يا رب ارحم. اذكر يا رب معوز شعبك ارحمهم يا رب ارحم. ثبتهم في الايمان كل عباد بقية الاوثان وانزحهم قلوب ناموس خوفك حقوق اوامرك المقدسة ثبتها في قلوب اعطاهم يعرفوا ثبات كلام لذيبه وعظيمه وفي الزمان المحدد فليستحقوا حاميم الميلاد الجديد لغفران خطايانا خطايا استعدوا ما يكرن روحك القدوس يا رب كيريا لا Lord Jesus Christ, our God, who said to his saint, to Andres, and holy apostles, many prophets and righteous men have desired to see the things which you have seen, have not seen them, to hear the things which you hear and have not heard them. But as for you, blessed are your eyes for this, in your ears for the hearing, may we be worthy to hear and act according to your holy gospel through the prayers of your saints. Pray for the holy gospel. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالتنا وطلبتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا ربنا يحهم مرضى شعبك اشفيهم،
لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلصنا كلنا، رجاءنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا. قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري مرقس البشير التلميذ الطاهر، بركاته علينا أمين. من مزامير 30 معلمنا داود النبي والملك، بركاته علينا أمين. أنت يا رب تحفظهم تحرسهم من هذا الجيل إلى الظهر الليل. ويا مبارك هو الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. فانصرف يسوع مع تلاميذه إلى البحر، وتبعه جمع كثير من الجليل ومن اليهودية ومن أورشليم ومن أدومية ومن عبر الأردن والذين حول سور وصيدا جمع كثير، إذ سمعوا كم صنع أتوا إليه. فقال لتلاميذه أن تلازموا سفينة صغيرة لسبب الجمع كي لا يزاحموا، لأنه كان قد شفى كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه دائن. والأرواح النجسة حينما نظرته خرت له وصرخت قائلة إنك أنت ابن الله، وأوصاهم كثيرا أن لا يظهروا. كذلك أن لك الملك والقوة بخريستوس اسكي فلاسي مونتكري وكليناتي يونسوك يريي اسكومين سيوم تفوفو آمين إريني باسي إرماتي يسو بس فدر بس وما سيدنا رح تكلم تريب لقطع كل ربطة خطايا مقابل مخلص المحيز نفها فواكي تلميز وخد السيرون سأطر خلهم اقبل الروح قدس من غفرت مغاطة وغفرة تمانا شكت من شكت أنت لأن سيد مقابل السلطار عام 30 عام في كهنوت كل زمان في كسل مقدس أن يغفر خطايا الأرض وأن يبط وحل ربط الظلم. الآن نصل وضل من صلاحك وبالبشر نبيدك أبي وأبي وأخوتي وضعفي ولأمهم رؤسهم المجد المقدس، أرزقنا برحمتك وقطع كل بتخطير إن كنا قد أخطأنا بشيء بعلم أو بغير علم أو بجزع قلب بفعل أو بالقول أو بالصغر. نسأل أنت السيد العالي رضاح البشر الصلاة وحب البشر، اللهم نغفر خطايانا باركنا طهرنا حالنا حال الشعبك من المخوق المقدس أكرم اغفر لنا ذنوبنا
يا ابن عمتي ابن حيد ربنا ولأنا مخلص نسوه مسيح شركة مهمة تعطير أخذتكم مع جميعكم من أرض أن يمدد سويس بشويس متجال المعز الروح القدس الذي ترسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم أتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الأب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد أن رئيس هذا العالم آت وليس له فيها شيء، لكن لكي يعلم العالم أننا أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا، أنا هو الكلون الحقي وأبي الكرام. كل غصن فيها لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيي وأنا أيضا فيكم. والمجد لله دائما مشمر كرسوس نبتنا عصوص من أسباب جيك يكسوتي ومونا إنان روح القدس يا رب الأسر تعظم القدسين وسلم في الساعة الثالثة هذا تنزعم من الصالح جد في عشان قلبنا خير في الله وروح مستقيم جد في عشان لا تطرحني من قدامك كروح قدس لا تنزعه مني. O Lord, I sent you down your spirit upon the holy disciple and your honored apostles in the third hour. Do not take him away from us, O good one, but we ask you to renew him with us. O Lord Jesus Christ, Son of God, the Word, the right and the life given his spirit, the spirit of prophecy, the spirit of holiness, righteousness and authority. O the Almighty One, for you are the light of our souls, you have given the light to every man that comes into the world. Have mercy on us. أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحر في كل مكان المالي الكل كانت الصالحات ومعطي الحياة لما تفضل وحل فينا وطيرنا من كل دنس يا صالح وخلص نفوسنا فبتيك إيوك يا أجيب نغماتي كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأتعطهم السلامة لما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إنك يا كريستوس يونستوني أونون آمين إذا ما وقفنا في أكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا ولد الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة يا رب اسمعنا ارحمنا فلا غطينا مين كريالايسون
ليسون كريا 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 ليسون قدوس 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 رب السماوات والسماء والأرض ممدوحة إنك كرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها السادس القدوس ارحمنا يا رب إله قوات معنا لأنه ليس لنا معين في شهادنا دقاتنا سواك حل واغفر واصلح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من اسمك القدوس الذي وعد علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا شكرا يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك شو اثنين صلاة الساعة الستة وقدمها المسيح ملكي وله رجع في لجميع خطايا مزامية ترتي المعلمنا داود إن ملك بركات وجمع معنا أمين الله Theos, Theos, Simon, Kudus, 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 Holy, 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 from the Gospel according to our teacher, St. Matthew, may his blessings be his all. Amen. Seeing the multitudes, he went up on the mountain, and when he was seated, his disciples came to him and opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, there is in the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for this is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile you and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. Trust in me, exceedingly God, for grace, your reward in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. You are the salt of the earth, but if the salt loses its favor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world, the city that is set on a hill cannot be hidden. Nor they light a lamp and put under a basket, but on a lamp, and it gives light to all in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father is in heaven. And glory be to God now and forever. Amen. May the same God be fulfilled in peace. Nosh tomoko beres tos. Nimei kod na namas wad jay ak ekso. Tiom manay na o yohu na six day na six arroz nil to the cross for the sin which our Father are there to commit in a paradise. Tear the hand that I think of our son of Christ our God and save us. I cried to the Lord and he heard me. God, hear my prayer. Do not refuse my petition. Be at the end of me in evening and morning at midday. I say my words and hears my voice and delivers my soul in peace. O Jesus Christ, our God, who was nailed to the cross and sixth hour and killed the same by the tree and by the same made alive and the man whom you created with your own hand and had that entrance put to this our pain by your healing life-giving passions and by the nails with which you were nailed. Rescue our minds from thoughtless of earthly deed and worldly lust. Remember, sir, heavenly, according to your compassion. Since we have no favor, nor excuse, nor justification because of our many sins, we through you implore to me, who was born of you, O Theotokos, the virgin for abundant and acceptable is your intercession with our Savior. O pure Mother, not exclude sinners from your intercession with him whom you pour, for he is merciful and able to save us because he suffered for us to deliver us. Let your compassion speedily reach us, we're exceedingly humbled. Help us, O God, our Savior, for the glory of your name. O Lord, deliver us and forgive us our sins for the sake of your holy name. You wrought salvation in the midst of all the earth through Christ our God, as you stretch your holy hands on the cross, therefore all nations cry out, saying, Glory be to you, O Lord. We worship your incorruptible person, a good one, asking for the forgiveness of our sins of Christ our God.
Rav Yerul, you are pleased to be lifted up unto the cross to deliver those whom you created from the bondage of the enemy. We cry unto you and give thanks to you, for you have filled all with joy, O Savior, when you came to help the world. Lord, glory be to you. You are she who is full of grace, with you talks the Virgin. We praise you, for through the cross of your Son, Hades fell down and death was abolished. We were dead, but now we are raised, and came worthy of eternal life, and gained the delight of the first paradise. Therefore, we thankfully glorify the immortal Christ our God. O Lord, hear us and have mercy on us and forgive us our sins. Amen. Kireleison, Kireleison, Kireleison. 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 Kireleison, Kireleison. Son Kireleison. Kireleison, Kireleison, Ya Rabbi Urham. Kireleison, Kireleison. Holy, holy, holy Lord of Sabaoth, heaven and earth are full of your glory and honor. Have mercy on us, O God, the Father, upon the Creator, Holy Trinity. Have mercy on us, O Lord God of hosts, be with us, for I have no help, our hearts and tribulations, but you absolve, forgive, and remit, O God, our transgressions, those committed unwillingly, those committed unwillingly, those committed knowingly, those committed unknowingly. The end in the manifest, O Lord, forgive us for the sake of your holy name, which is called upon us. Let it be according to your mercy, O Lord, not according to our sins. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. We forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Through Christ Jesus our Lord, for thine is the kingdom, and power, and the glory forever. Amen. Our King. Our God, bless you, saints, from Saint Teacher David, the brought me his blessing with us all. Amen. So, Simon, Holy Gospel, according to Saint Luke, may his blessing be with us all. Amen. The apostles, when they had returned, told him all they had done. Then he took them and went aside privately into a deserted place belonging to the city called Bethsaida. And multitude, when they knew it, followed him, and he received them and spoke to them about the kingdom of God and healed those who had need of healing. And when the day began to wear away, the 12 came and said to him, send them all to the way, and they may go into the towns and country round about and lodge. And the provision, for we are here in a deserted place. But he said unto them, you give them to eat. And they said, we have no more than 5 loaves and 2 fish, unless we go and buy food for all these people. For they were about 5,000 men. And he said to his disciples, make them sit down in groups of 50. And they did so, and made them all sit down. And he took the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he blessed them and broke, and gave to the disciples to set before the multitude. And they ate and were all filled, and 12 baskets of remaining fragments were taken by them. We have tested this revelation, since our for our sake, we are sinner both. This is our current rest, O Christ, our God, and deliver us. Let my supplication draw close before you, O Lord, according to your word. Give me understanding. Let my petition come before your presence, according to your word. Revive me. نسلم الرفع دلاب عندما لقت عصري في الساعة ألم هدلاب عندما قصري وقت الساعة التاسعة عضيت اللص المسلوم معك الدخول في الفردوس ستغفر عن الصلاة وترزلني الضال بل قدس نفسي أضيف فيهم يجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحياة لكي مزقت مع سنة تقدم لك تزبح بغير فطور مشتاق أن يباك المسيح لأهنا ونجنا آمين born of virgin for our sake and your crucifixion O good one and abolish this by your death and manifest this resurrection by your resurrection O God do not turn away from those whom you have created with your hands but manifest O God one your love for mankind accept from your mother's decision or behalf deliver our Savior who humble people do not leave us to the end
Do not forsake us forever. Do not break your covenant to you, and do not take away from us your mercy. For the sake of Abraham, your beloved Isaac, your servant, and Israel, your son. When the thief saw the Prince of the Life hung on the cross, he said, had not the one crucified with us been God incarnate, the sun would not hide its rays, nor would the earth have quaked trembling. But you, Almighty One, who endures all things, remember me, O Lord, when you come into your kingdom. يا من قبل إلى اعترف في المسعى على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا مع معترفين بأولياتك نصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب ما تجينا في ملكوتك عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية وأما العالم فيفرح لقبول الخلاص وأما أحشائي فتلتهب عند نظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابن وإلهي Lord, hear us, have mercy on us, for your sins, amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 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 Creation, 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 قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوءتان من مجد كرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا ما ينفي شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة في الظاهرة يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي يزدوى علينا رحمتك يا رب وليس خطايانا شكرا يا أبانا الذي في السماوات القدس اسم بسمنا صلاة الغروب أقدمها المسيح ملكي وإليها الوقف لجميع خطايا وأسامي مزامية ترتيل معلمنا داود النبى ملك بركاته وجمعنا أمين سبح. شويس نيلن صلاة النوم أقدمها المسيح ملكي وإلهي أرجع في لجميع خطايا وآثامي مزامية ترتيل معلمنا داود نبى ملك بركاته وجمعنا Exaltios, Simon, Kudus, Kudus, Kudus. Holy, holy, holy from the Gospel according to our teacher Saint Luke. May his blessing be with us all. Amen. And he rose out of the synagogue and entered Simon's house, and Simon's wife's mother was taken with a great fever. And they requested him concerning her, and he stood over her and rebuked the fever. And it left her, and immediately she arose and served them. When the sun was setting, all those who had any sick with diverse diseases brought them unto him, and he laid his hands on every one of them and healed them. And devils also came out of many, crying out and saying, You are Christ, Son of God. And he rebuking them did not allow them to speak, for they knew that he was the Christ. والمجد لله دائما ابدا امين لكم القول الله بسلام تنوش نموك برسوس نبك وطنان ما سوى بجي اكي اكسوتو من اذا كان الصديق بالجهد يخلص فاي نظر انا الخاطي ثقل النهر وحر لم احتمل لضعف بشريتي لكن انت يا الله الرحوم حسبني واصحاب الحادي عشر
لأنها أنا ذا بالأسامح بلبي في الخطايا ولدتني أمي فما أكثر أن أنظر لعلو السماء لكني أتكن رحمتك ومحبتك البشرية صارخا قال اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني اسرع لي يا مخلص فتح الأحضان لأبوال أفنات عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات فالآن تكن رفاتك التي لا تفرح فلا تخلى عن قلبي خشع وافتقد رحمتك يعني ليك يا رب أصرخ بتخشع أخطأتي أبتها في السماء وقدامك ولست مستحقا أن أودع لك ابنا بلج عني كأحد أجرائك لكل اسم بحرص ونشاط فعلته لكل خطيئة بشوق واكتدرتك أبتل كل عذاب وحكم استوجب فيئ لي أسباب التوبة يتسعد فلك يا ربك أستشفعك عدى أن تساعديني لألا أخزى وعند مفارقة نفسي من جسدي احذري عندي لمؤامرة الأعداء إذا أبواب الجحيم اغلقي لألا أبتلع نفسي عروس برعيب الختن الحقيقي الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من عذر أرحم قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا أرحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام بالأموات وصعد السماوات أرحمنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولا دار الدور أمين أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطيانا يا رب اغفر لنا أثامنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفي من أجل اسمك القدوس أبائنا أخوتنا الذين رفضوا يا رب يا من هو بلا خطيئة يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطيئة يا رب أعنا وطلباتنا إليك لأن لك المجد والعزة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ابانا الذي في السماوات تكن مشيئتك ذلك على الارض خبزنا كفانا ان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين السلام عليك نسالك يا ترى القديس الممتلئ مجدا عذراء كل حين والده الاله ومن المسيح أسعدي صلواتنا ابنه Celsio, Theo, Simon, holy, 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 I read from the Gospel according to our teacher Saint Luke, may his blessings be thus all, amen. Behold, there is a man in Jerusalem, and his name is Simeon, and this man was just in a vow, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him, and had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen Christ the Lord. So he came by the Spirit into the temple, and when his parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law, he took him up in his arms and blessed God and said, Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word, for my eyes have seen your salvation. You have prepared before the face of all peoples the light for the revelation to the Gentiles and the glory for the people of Israel. والمجد لله دائما أبدا أمين ليكمل قول الله بسلامتنا وشتمك بيرستوسنا بكوتنا غصوصنا الناس واب جي أكي أكسو تمنان هو زا أنا عتيدا أقف أمام الدين العاد المرعوب المرتعدا من كثرة ذنوبي لأن العمر المنقضي في الملاهي استوجب الدينون لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة لأن التراب في القبر لا يسبح وليس في الموت من يذكر ولا في الجحيم من يشكر بل انهاضي من رقاد الكسل وتضرع المخلص بالتوبة اللهم ارحمني وخلصني لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة والشرك القبيحة أمام الدين العادل فأي جواب تجيبين وأنت على سرر خطايا منطرحة في إخضاع الجسد متهونها المسيح إلهنا لكرسي حكمك المرهوب أفزع ولمجلي زردك أخشع ونرشع على هوتك أجزع أنا الشقي المتدنس الراقد على فراشي المتهاون في حياتي لكن يتخذ سورة العشر قال عن صدرك اللهم اغفر لي فإني خاطئ أيتها العذراء الطاهرة أزبل ذلك سريع المعونة عبدك بعدي أمواج الأفكار الرضيعة عنها في سميد للسراء وصانا سرقت في صبات عميق فأنك أم قادر رحيمة معينة والتي ينبو الحياة ملك وإلهي يسوع المسيح رجائي تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة من الخطيئة مباركة
مبارك أنت يا ربي لا هبان وتزايد بركة اسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا ربك مثل اتكلنا عليك لأن أنا الكل تتركك لأنك أنت الذي تعطي طعاما في حين اسمعنا يا الله مخلصنا يا أخطر الأرض كلها يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك مبارك أنت يا رب أنا اللي برك يا رب رحمتك دائما للأبد أعمالي يديك يا رب لا ترفضها كسرت لي ملجأ من جيل إلى جيل أنا طلبت إلى رب قرد ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب التجأت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئة لأنك أنت هو الله وعندك نور الحياة والنور يا رب العين النور لك تجب البركة الذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب لك تجب البركة لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكاهن منذ الآن من الفات والآن وللأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والتقدير أيها العلي أن يكبر في رحمتك في الغدوات وحق كل ليلة نعظمك يا من نور الحقيقي ونمجدك يا العذراء القديسة والد الله لأنك ولدتي لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملك المسيح فخر الرسل الكريم شهداء تأييد الصديقين سبات الكنائس وكفران الخطايا نبشر بالسلوس القدوس له واحد نسجد له ونكيده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط لكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب رب كل الدهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاص نزل من السماء وتجسد من الروح القدس أم مريم العذراء كأن صلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملك انقضاء نعم نؤمن بروح القدس الرب المحيي المبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين. نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا أمين. كيريا لي سون كيريا لي سون يا رب ارحم كيريا لي سون كيريا لي سون ارحمنا يا الله كيريا لي سون كيريا لي سون اسمعنا وارحمنا كيريا لي سون كيريا لي سون يا رب ارحم كيريا لي سون كيريا لي سون ارحمنا يا الله كيريا لي سون كيريا لي سون اسمعنا وارحمنا كيريا لي سون كيريا لي سون يا رب ارحم كيريا لي سون كيريا لي سون ارحمنا يا الله كيريا لي سون كيريا لي سون اسمعنا وارحمنا كيريا لي سون كيريا لي سون يا رب كيريا لي سون كيريا لي سون ارحمنا يا الله كيريا لي سون كيريا لي سون اسمعنا وارحمنا كيريا لي سون كيريا لي سون يا رب ارحم كيريا لي سون كيريا لي سون ارحمنا يا كيريا لي سون 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 معنا لأنه ليس للمعين في شدائدنا ودقات نسوى حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا
التي فعلنا المعرفة والتي فعلنا غير المعرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا منك اسمك القدوس الذي دعانا كرحمتك يا رب وليس خطيانا يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين طاي ونما تبقى رياس في نوتي فيو تم بشير من ما سواب او ايرين جنت هو مفسس سواب ان كاس ولكن ابوستوليك ان اكليسيا انت ازوت يومين اري اف بي شوي طفين انك زور نم اي طفين او غون ام اي بول هيتوتو مون تيرو بفيك اي بول خني في اوي Jesus be Christus, je af reske bazine gon af ervoisineron af are eron af shoptinerov af ties eron af titun af intenshari tayunosai ensof on morintiorov hobosen tevareron hembaes ofai nemniotiron tebenon generen revenen jebin tokratore shoise benoti Sevexos tiri eleison.
We thank you for everything concerning everything and in everything. For you have covered us, helped us, guarded us, accepted us, yourselves, buried us, supported us, have brought us to this hour. Pray that God may have mercy and compassion on us. Hear us, help us, and accept us up. Next up, the supplications and prayers of his saints, for which is good our behalf at all times, and make us worthy partakers of the communion and holy and blessed mysteries for the remission of our sins. Lord, have mercy. Therefore, we ask under your goodness, O lover of mankind, grant us to complete this holy day and all the days of our life in all peace with your fear, all evil temptation, all the work of Satan, the counsel of wicked men, and the raising of your enemies hidden in the Memphis, in Zahana, and Sari Shabik. وعن هذه الميدان موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا سلطان ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات العادي أنتيس آمين كيتو ابن إبماتي عبيدك يا رب خدام هذا اليوم أبي الكاهن والشمامسة والإكليريس وكل الشعب وضعف فليكون محارم فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسول وأفوال إثنى عشر رسولا فم الناظر القديس مرقس الرسول الطهر وشير بطريق القديس سويرس مونوميديس كورس القديس أصناسوس الرسولي والقديس بطرس الشيد الطاهر رئيس الكلام القديس يوحنا ذهبي الفم والقديس كيرلس والقديس بسيرس والقديس يوغرس من أفواه 318 مجتمعين بنيقيا و150 بالقسطنطينية المئتين بأفسس فم أبينا بطريرك الباب الأنبطة ودروس الثاني فم شريك في الخدمة رسولي أبينا المطران المكرم الأنبس رابين من فم حقارة فأنه مبارك مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن روح القدس الآن وكل أوان رضا هدور كلها أمين
reading from the first epistle of our teacher, St. Paul, to the Corinthians. May his blessing be upon us all. Amen. But earnestly desire the best gifts, and yet I show you a more excellent way. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I can move mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I have give my body to be burned, and have not love, it profits me nothing. Love suffers long, and it is kind. Love does not envy. Love does not parade itself, is not puffed up, does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil, does not rejoice in iniquity, but rejoices in truth, bears all things and believes on things, hopes all things, endures all things. Love never fails. But whenever there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that is perfect has come, then that which is in part will be done away. When I was a child, I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. When I became a man, I put away childish things. For now we see in a mirror, dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I shall know just as I am also unknown. Now abide in faith, hope, love, these three. But the greatest of these is love. Pursue love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. The grace of God the Father be with you all. Amen. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركته تكون معنا أمين. لا يزم بعضكم بعضا أيها الإخوة. الذي يزم أخاه ويدين أخاه يزم الناموس ويدين الناموس. وإن كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له. واحد هو وضع الناموس القادر أن يخلص ويهلك. فمن أنت يا من تدين غيرك؟ هلما الآن أيها القائلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح. أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. أما الآن فإنكم تفتخرون في تعظمكم كل افتخار مثل هذا رديء. فمن يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. هلما الآن أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة. غناكم قد تهرأ، ثيابكم قد أكلها العث، ذهبكم وفضتكم قد صدأ وصدأهما يكون شهادة عليكم، ويأكل لحومكم كنار قد كنستم في الأيام الأخيرة. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما الذي يعمل إرادة الله فهذا يثبت للأبد. أمين. Ah.
على بركتيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن مع جميعنا أمين. فأجابهم بطرس ويوحنا وقال: إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا، لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. وبعدما هددوهما أيضا أطلقوهما، إذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبونهما بسبب الشغب، لأن الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى، لأن الإنسان الذي صارت فيه آية الشفاء هذه كان له أكثر من 40 سنة. ولما أطلق أتيا إلى رفقائهما وأخبراهم بكل ما قاله لهما رؤساء الكهنة والشيوخ، فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا: أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك، لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على رب وعلى مسيحه، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته. هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل يفعلوا كل ما سبقت فعيانة يدك ومشورتك أن تكون. والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. مد يدك للشفاء وتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأوا الجميع من الروح القدس وكانوا يتكلمون بكرامة الله بمجاهرة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. اليوم هو السابع من شهر برمهات المبارك أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم وأنتم في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 21 للشهداء 305 ميلاديا استشهد القديسان فيليمون وإبلانيوس. كان القديس فيليمون مغنيا لإريانوس والي أنصنة، وكان القديس إبلانيوس مزمرا للوالي أيضا، وكان بينهما صداقة. فاشتهى الاثنان أن ينال إكليل الشهادة، فدخل فيليمون يوما إلى الوالي إريانوس واعترف أمامه بالسيد المسيح، فأمر بأن يضرب بالسهام فنال إكليل الشهادة. ثم دخل إبلانيوس بعد ذلك واعترف هو أيضا بالسيد المسيح، فغضب الوالي جدا وأمر أن يضرب بالسهام. وحدث أثناء ذلك أن رجع السهم إلى ناحية الوالي فأصاب عينه، وكان ذلك أمام بعض المسيحيين، فقال أحدهم للوالي: لو أخذت من دمه ووضعت لعينيك لأبصرت. فلم يصدقه في أول الأمر، لكنه من شدة الألم وضياع عينه أخذ جزءا من دم الشهيد إبلانيوس ووضعه على عينه فأبصر للوقت، وندم كثيرا على ما فرط منه من تعذيب القديسين وآمن بالسيد المسيح. أما القديسان فيليمون وإبلانيوس فأكمل جهادهما ونال إكليل الشهادة. بركة صلواتهم فلتكن معنا أمين. وفي أيضا استشهدت القديسة مريم الإسرائيلية. لم تكن هذه القديسة تعرف شيئا عن السيد المسيح، وكانت تعيش في سيرة ردية، فأرسل الرب لها قديسا وعظها وعرفها طريق الخلاص والإيمان بالسيد المسيح، وأن النفس لابد أن تعطي جوابا عن جميع أعمالها يوم الدينونة مستندا على ما جاء في العهد القديم. ولما سمعت هذا الكلام خافت وارتعدت وعملت النعمة في قلبها وسألت قائلة: هل يقبل الله توبتي ويسامحني على أخطائي؟ فأجابها القديس: نعم، بشرط الإيمان بالسيد المسيح أنه جاء إلى العالم لخلاص البشر وصلب من أجلنا ومات وقام في اليوم الثالث. فتابت وأمنت ثم اعتمدت بالمعمودية المقدسة، ولما بلغ خبرها إلى الوالي أحضرها أمامه، فاعترفت بالسيد المسيح وتمسك بإيمانها. فحاول أن يثنيها سواء بالوعد أو الوعيد فلم تقبل منه، فأمر بتعذيبها وأخيرا قطع رأسها بحد السيف ونالت إكليل الشهادة. بركة صلواتها فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبدين آمين.
parthenogenetis elexonimes agios oseos agios esteros agios asanatos ostaverotis dime eleisonimes agios oseos agios Irene passi. O Master Lord Jesus Christ, our God, who said to his saintly honored disciples and holy apostles, many prophets and righteous men have desired to see the things which you see and have not seen them, to hear the things which you hear and have not heard them. But as for your blessed utter eyes for thee, see new ears for thee hear. May we be worthy to hear and act according to your holy gospel through the prayers of your saints. Praying concerning the holy gospel. Lord have mercy. اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا واوصونا ان نذكرهم في سؤالتنا وطلبتنا التي نرفعها اليك ايها الرب الهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم. مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا. سمع الإنجيل المقدس وصم بشارة ماري معلمنا لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا بين شويس وبن نوتي وبن سوتير وبن أورو ترين إيسوس بخريستوس بشيري مبنوتي وبشايني بيوفا بن نوتي بخريستوس David Zabrut means blessing be our soul. Amen. Your right hand is full of righteousness. Let Mount Zion rejoice. Let the daughters of Judah be glad because of your judgment. بسم الرب ربنا وإلهنا مخلصنا ملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. فلما اقترب من أريحا كان أعمى جالسا على الطريق استعطي فلما سمع الجمع مكتازا سأل ما عسى أن يكون هذا فأخبروا الناس عن نصير مكتاز فصرخ قائلا يا يسوع ابن داود ارحمني فانتهر المتقدمون ليسكت أما هو فصرخ أكثر كثيرا يا ابن داود ارحمني فوقف يسوع وأمر أن يقدم إليه ولما اقترب سأله قائلا ماذا تريد أن أفعل به فقال يا سيد أن أبصر فقال لا يسوع ابصر إيمانك قد شفاك وفي الحال أبصر وتبع ويمجد الله
وجميع الشعب إذ رأوا سبحوا الله. والمجد لله بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته الان والابد امين. انجيل هذا الصباح احبائي بيتكلم عن معجزه شفاء الاعمى. ربنا يسوع ماشي في الطريق فلقى انسان اعمى قاعد بيستعطي. وده الانسان الاعمى ده بيمثل كل نفس بشريه بعيده عن ربنا يسوع، عايش في ظلام الخطيه مش شايف المسيح. خطيه تعمل ايه في البني ادم؟ تخليه اعمى، مش شايف اللي بيحبه من اللي بيكرهه، مش شايف ان الوصية هي خير لي، لكن شايف ان اللعبة برة وجري برة الكنيسة والكلام اللي العالم بيضحك بيه على الناس دوت هو دي الحرية. فالإنسان يفضل عايش أعمى، وبعد ما يعيش أعمى ويبعد عن ربنا يبقى في الآخر يعمل إيه؟ استعطى، يطلب صدق زي الابن الضال كده. ساب بيت أبوه وقال إيه؟ أعطيني الميراث، ديني نصيبي. خد نصيبه، طلع برة، قاعد يصرف يمين وشمال، وفي الاخر عمل ايه؟ احتاج. بقى احتاج قبل ما رجع لابوه، احتاج الحاجه. الخطيه بتذل الانسان، الخطيه ليها لذه مؤقته في الاول بس، الشيطان يدوقك حاجه لطيفه كده، وبعد كده يحصل ايه؟ بيذل الانسان، يعيش الانسان اعمى ويجلس ويستعطي. لكن الجميل في الراجل ده ان لما سمع ان ربنا يسوع معدي عمل حاجة حلوة قوي، يقول فصرخ قائلا يا يسوع ابن داود ارحمني. جمال كنيستنا بقى تاخد الصلوات الحلوة دي من الناس البسيطة دي. يعني الراجل ده قال يا ايه؟ يا يسوع المسيح، يا يسوع ابن داود ارحمني. ليه مختصر ايه؟ صلاة يسوع. يقولها برضو العشار، يقولك اللهم ارحمني انا الخاطي. فالكنيسة تاخد الصلوة الحلوة دي وتخليها صلاة نصلي بيها على طول. الغريب بقى ان في ناس انطهرته، فانطهره المتقدمون ليسكت. طب بتخليه يسكت ليه؟ اصل الكلام ده مش عاجب ناس. يا عم اقعد ساكت، بلا ارحمني بلا ما ترحمنيش. احنا بنسمع الكلام ده اليومين دول، واحد يقول لك لا 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 اوعى تقول ان انت خاطي، انت كويس، اوعى تقول يا رب يسوع مسيح ارحمنا الخاطي. لا، مفيش خطيه في حضره الله. ما اللي بيحصل ده هنا ايه؟ ايه ده؟ بصوا هقول لكم قاعدة امشوا بيها في حياتكم. اي تعليم تسمعوه عكس اللي انت بتصلي بيه ما تسمعوش. ما حدش فينا حافظ الكتاب المقدس كله، صح كده؟ لسه ما حدش فينا وصل للقامة دي. لكن لو التعليم اللي بيتقالك عكس الصلاة اللي انت بتصليها ما تسمعش التعليم ده. ده معناه ان التعليم ده مش من الكنيسة خالص. لان الكنيسة شطارتها احنا كنيسة بسيطة فقيرة، ناسها بسطة، عملت ايه؟ حطت كل عقيدتها وكل لاهوتها وكل طقسها في الصلوات، في الليتورجية، في الليتورجية بتاعتها. فلما واحد يقول لربنا يسوع يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا ابني داود ارحمني، فالناس تقول له لا اسكت، مش عايزين دوشه. في ناس طالعه اليومين دول قلنا كده، مش عايزين دوشه، اسكتوا، لا ما ينفعش تقول ان انت خاطي. لا، احنا كلنا خطاه. اذا فعلتم كل ما امرتم به فقولوا اننا عبيد بطلون. اذا عملت كل البر، ومين فينا بيعمل كل البر؟ مفيش. عشان كده النهاردة أول ما بدأ يقول كده فالناس سكتته. الراجل ده بقى كان شاطر، عمل إيه؟ يقولك فازداد صراخا، فضل إيه؟ يصرخ بقى على صوته، يا يسوع ابن إيه؟ ابن داود ارحمني. فصرخ أكثر كثيرا. بصوا بقى الصلاة اللي فيها لجاجة والصلاة اللي فيها طلبة من القلب. يقول فوقف يسوع وأمر أن يقدم إليه. ربنا يسوع وقف، ربنا يسوع ماشي مع ناس، وقف عاوز ايه؟ يقول له ماذا تريد ان اصنع بك؟ الواحد لما يقف يصلي من قلبه كده ربنا يجي يقول له عايز ايه؟ انت عاوز ايه؟ يقول له رب ان ابصر. وانت رب مش عارف ان هو عايز يفتح. واحد اعمى هيكون عاوز ايه؟ عاوز مليون دولار؟ اكيد لا. قال له انا عايز افتح. فقال له ابصر، ايمانك قد شفاك. على قد إيماننا في الصلاة على قد ما بننال. طب ممكن يكون واحد عنده إيمان وبيصلي، طب ربنا مستني ليه؟ مستني الهدف، يعلمنا حاجة، نتعلم حاجة.
قلت لكم بارح لو كان ربنا سأل السامرية أو لما نطلع في السماء نسأل السامرية هو ربنا ما قالكيش ليه بعد تاني زوج ولا تالت زوج؟ تقول لك لا كانت زماني لسه ايه بقى مشتاق الخطية عايز أكمل تاني ربنا سابني. طب سبت رب رجلي 38 سنة مرمي عند البحيرة الناس من حوالي بتنزل وتتشفي وهو حتى مش قادر يضحرج نفسه كده ويقع في المي عشان يوري مرارة الخطية وعش قدية عشان لما ينال الشفاء يحس بعمل الله في حياته لأن احنا زي ما قلت لكم احنا ساعات ننسى عمل الله. عشان كده ربنا يسوع يدينا النهاردة أمل كبير انه يقدر يعيد الطبيعة تاني بعد فسادها وخطيتها وتعبها إلى الصورة الأولى اللي ربنا خلقها عليها. فما فيش حاجة تصعب تبقى صعبة على ربنا. واحد من الأباء يقول إيه؟ لقد تمم ربنا يسوع المعجزة في الطريق ليظهر أنه لا يسير حتى في الطريق دون أن يفعل صلاحا مقدما نفسه مثالا لتلاميذه لنكون نافعين في كل شيء ولا يكون شيء فينا باطلا. يعني حتى ربنا يسوع هو ماشي كده زي بيقولوا كان يقول يصنع خير احنا كمان لازم نقول نصنع خير لازم حياتنا تبقى فيها خير. يلا ربنا يسوع علمهن ما ينفعش حياتك تبقى ملهاش لازمة ما ينفعش لازم كل عمل تعمله يكون فيه خير يطلع منه. يعني ربنا يسوع النهارده هو ماشي في الطريق كده لو واحد ايه تعالى عم عاوز ايه ربنا عايز اشفى خلاص ايمانك شفاك حسب ايمانك تاخد. فلازم يكون لينا ايمان ولازم نمسك في ربنا على الاخر ولازم نعمل ايه لازم نزداد صراخا. مفيش اكتر من الوقت ده محتاجين نصلي فيه زي ما انتم شايفين الدنيا كل ما عملها تبقى اصعب 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 وفي ناس ولا في دماغها برب مخم لكن الشاطر هو اللي في الايام دي ايه يصرخ من قلبه يزداد صراخا. لو بتصلي مزمور خليهم اثنين لو بتقرا اصحاح خليهم اثنين لازم تزداد صراخا لازم تكبر لازم تزود صلواتك عشان ربنا ايه يتحنن علينا ويترأف علينا وحسب ايماننا يدينا لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والابد امين. Ihirin intevno ti se etas shosinos niven es earin tenen etchem bechristos Jesus ben shois. Ay el novi bashois Jesus koni evon je emon vokenat el novi ozi emon et shois enot ko evon. Je veniot etchen nefi ovi mar Efto voin je bekran mares I enje tekmet oru je vokbebio shaini je fes marut enje fiot nemepshiri nembem nevma etowe ti etereye seji kevon ten ostemus tenti one. Sin Sophia se proschomen ke yalai son ke yalai son khin o mismi haqiqatan umm bilan wahid allah al ab rabb al kull khaliq al samaa wal ard ma yara ma la yara nu'min bi rabbin wahid yasu al masih ibn allah al wahid al mawlud min al haqq kull al duhur nur min nur ila haqq min ila haqq mawlud ghayr makhluq musawi lil ab fil qahr الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بلاطس الغلطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ويجيل الأحياء والأموات الذي ليس لملك القضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبارك من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعتلم معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي Tim Gustav Kait Hinti Anastasis Hinteni Revmo Nimbi on Hintebi on Esneo Amen. Beti Abi Khwati Samhuni Sallu Anni Faini Khat Shli
بلوغيسون إيرين فاسي formed man in incorruption, and this which enter into the world through the envy of the devil you have destroyed by the life-giving manifestation of your only begotten Son, our Lord God and Savior, Jesus Christ. You have filled earth with heavenly peace, by which is a host of angels glorify you, saying, Glory to God in the highest peace on earth, goodwill toward men. For perfect peace, love, and all apostolic greeting. Lord, have according to you, goodwill, O God, fill our hearts with your peace, cleanse us from all blemish, all guile, all hypocrisy, all craftiness, and the remembrance of vice, bearing death. And make us always our master to greet one another with the holy kiss, that without casting us into condemnation, we may partake of your immortal and heavenly gift in Christ Jesus our Lord. Greet one another with the holy kiss. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord. Yeah, Lord, who Jesus Christ, the Son of the God, hear us and have mercy on us. Offer in order. Stand with trembling, look towards the east, let us attend. Eten neveres veyem tetite otokos esuap marei, choes are mot nanim biko evole, eden novi tenos tem moko becheresto. Aksion kezikeon. O you, the big master, Lord God of truth, being before all ages and reigning forever, who dwells in the highest and looks upon the lowly, who has created the heaven, the earth, the sea, and all that is therein,
the Father of our Lord God and Savior, Jesus Christ, by whom you have created all things visible and invisible, who is seated upon the throne of his glory, and who is worshipped by all the holy powers. Who are seated, stand. Fiat ohi irato nahraf, ingeni angelos, nem ni arshi angelos, ni arshi nexos eieni thronos, nem choice negum. In tok garbet ohirat oem bikoti in geni sherubim itmehem val nimni serafim nabiso enten ev erhem noschenomon evolenat karu ev goemos. Amen. Isherubim seostemot demni serafim sedihonet ev oshevot ev goemos. Agios, 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 us, created us, and blessed us in the paradise of joy. When we disobeyed your commandment by deceit of servant, we fall from eternal life and were exiled from the paradise of joy. You have not abandoned us to the end, but have always visited us through your holy prophets, and in the last day you manifested yourself to us, who are sitting in darkness and shadow of death, through your only begotten Son, our Lord God, Savior Jesus Christ, who of the Holy Spirit and of the Holy Virgin Mary. تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص وأنعم لنا بالمائد الذي من فوق بواسطة الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا وطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خصاته الذين في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا نزل جحيم من قبل الصليب حقا أؤمن عفتم في فول خني اسموت خن بيو اما شومت افشنا فيب شو ابني في اوي افهم سي صادق او انا ميفيوت ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يسهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد حسب اعمالي رحمتك يا Yeah.
افكو زنان اخرين باينش تمستريون تتمتف سبيس افسج غارت اف موخ ابون خم بيكوز موخ اليثوس بستف أخذ خبزنا هذه الطارتين اللتين بلعيب ولدنس الطبويتين المحيتين يؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين ونظر إلى فوق نحو السماء إليك يا الله سيد كل أحد وشكر آمين وباركه آمين وقدسه آمين نؤمن ونعترف ونمجد قسمه وعطار تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري هذا هو بالحقيقة بك أبوت من إنسابت ابن الأسود في إيب الخنر بم إبمو هو طاش بموت آمين آفز مهروف آمين أفئر آجي يزيني افتيفن ايتنوفن اجيوس ماسيتيس وانا ابوستولس اوف جويمول جيشوس ايفون خيت فيتير او فاي غارب با اسنوفن تيزياسيك ان فيري ايتونافون في ايفول ايجنسيون مان كيميش في ايفول انتيني نو بي فايرت في ايفاير مي في فاي اون بيخن او بسمي تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرون إلى ناجي آمين 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 بموتك يا رب نباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا Come merit of his holy passion, his resurrection from the dead, his ascension into the heavens, his sitting at your right hand, O Father, and his second coming from heaven, awesome and full of glory, we offer unto your gifts which you from what is yours for everything concerning and everything and in everything.
worship God in fear and trembling. We bless you. الخبز يجعله جسدا مقدسا له. آمين آمين. وهذه الكاس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له. وأيضا لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. آمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم نسألك يا المسيح إله ونثبت أساس الكنيسة of heart that is of love, may it take root in us. Lord, have mercy. لأن مبرر الإيمان سائل لنا طريق التقوى. يا رب ارحم. Control the shepherd and those whom with the shepherd confer. Lord, have mercy. أعطي بأن للكريروس نسكا للروبا. يا to those in virginity, a life of goodness, to those in wedlock. Lord, have mercy. رحمة للذين في التوبة صلاحا للأغنياء. يا رب ارحم. Meekness to honorable help to the poor. Lord, have mercy. الشيوخ قوم الذين في الحداثة أدبهم. Restore the unbelievers, may the schism of the church cease. Lord, have mercy. هل تعظم أهل البدع ونحن كلنا حسبنا في حضنية الطاقوة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اجعلنا حقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. يا رب this which you have acquired yourself with the precious blood of your Christ, keep her in peace with all Orthodox bishops who are on her foremost. Remember, O Lord, our blessed and honored Father, the High Priest Pope Ava Tawadros II, and his partner in the Apostolic Liturgy, our Father, the Metropolitan of Serapion. Lord, have mercy. والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة نعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامس والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. يا رب ارحم وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا ربي أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الآب ضابطا الكون. Remember, O Lord,
the salvation of this your holy place in every place, in every monastery of our Orthodox fathers. Lord, have mercy. والساكنين فيها بإيمان الله شعبك 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 يطلبون إليك بك ومعك إلى الآب قائلين ارحمنا 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 شعبك بوحدانية القلب يعطي طمأنينة للعالم مزاجا حسنا للهواء. تفضل يا رب أهويت السماء وثمرات الأرض ومياه النهر والزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة باركها يا رب ارحم يا رب ارحم يا صعدها كمقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض ليروح حرثها ولتكسر أسمارها أعدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحان ونعيما لكي نحن أيضا نزللنا كفافنا في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب Remember, O Lord, those who have brought to you this gift, those on whose behalf they have been brought, and those by whom they have been brought. Give them all the heavenly reward. Pray for these holy and precious gifts, our sacrifices, and those who bring them. Lord, have
زيب تشويسو صهني بنت بكمونو جي رنا ريش فير بيرف ما وانتين يطوى بنطاك ريكا طاك سنب شويس انتك ارف ما واني اتقوى بتيرو اطفرناك يسجين بي نيوتي اتقوى ني patriarchis ني prophetis ني apostolos ني rehvios ني evangelistis ني martyros ني homologitis ني mepnevmani venen et mi tavgokev ul khinefnahti in ho odet et oabet mehen o oetem partenos en sione ven ti theotokos et oabti agia mare Tasik fif noti pilogos chen omet mi. Nembiagios Ioannes pie prodromos en baptistis o en martiros. Nembiagios Estefanos pie archidiakonos o en proto martiros. Nembiti orimos en evangelistis. Marcos pie apostolos et oebo o en martiros. Nembi patriarchis obseviros, nembi nsach dios koros, nembi ages athanasius bi apostolikos, nembi ages petros iero martiros, bi archi erefs, nembi ages Ioannes bi chredes tomos, nembi agios theodosios, nembi ages theophilos, nembi agios dimetrios, nembi ages kirillos, nembi agios vasilios, Nembi agios Grigorios piti ologos, nembi agios Grigorios pita umaturgos, nembi agios Grigorios bi arminios. Nembi shomtshemitish minet avthoti chenikea, nembi shete venti Konstantinopolis, nembi she esna venti Ephesos. Nembi nioten dikeos binishti av Antonios, nembi tmi ava bavli. Nembi shom tith owa bava maka Rinim no sheretiru nestavro foros Nembi niot ava enes bihe gomenes Nembi niot ava bishoy bithmi biro min telios Bi min ritin te ben sotir En agathus neme pchoros Terfin teniet owa bentak Nai ete evol hiten noti ho nemne toven ainan tiro ev thobo matugonet ve bekranet oweb et au moti emmof e ehrigon. Nietos maloton niron intin in yoti thobem vote arshis et aven kot epshois mantonon epsishi tiro. Ontev kanin no vinanevo o erebo esmo تفضل يا رب أنت نيح نفس أبينا مثلث الرحمات الباب الأنبا شنود الثالث وأبينا مثلث الرحمات نيافة الأنبرويس أبونا القمس بيشوي غبريال شماس أنطون عبد منصور نفس طماف إيريني تريزا مرقص رأفة ناشد نبيل إبراهيم لويس ناجي سوزان وصفت خليل ميشيل زكيري مندع طلة أسامة برسوم كرم جرجس ويليام يونان في فردوس النعيم
كرياليسون أولئك يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك ونعم لنا بسلامك إلى التمام لكي وبهذا كما هو أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس سلام لجميعكم ولروحك أيضا وأيضا فلنشكر الله الآب ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا فلنستمع يجعلنا مستحقين لشركة وتناول أسرار هي غير الميتة Amen, amen, e prosafix asti. Ireye eleiso. Irene basi. الكل الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس وعلمنا أن الصوم والصلاة من اللذان يخرجان الشياطين إذ قال أن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم كيريا ليسون كيريا And the prayer of Zeus, which shares the Elijah to heaven and saved Daniel from the lion's den. Fasting and the prayer of Zeus, which he was pursued until he received the law and the commandment written with the finger of God. Fasting and the prayer of Zeus, which is an unified pursuit to Zeus, God,
Have mercy on them and forgive them their sins and lift his wrist away from them. والسلام الذين عمل بهم الأنبياء وتنبأوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيء بأجيال كثيرة. الصوم والسلام الذين عمل بهم الرسل وبشروا في جميع الأمم معمدوا وصيروا مسيحيين وعمدوا باسم الأب والابن والروح القدس. Which the martyr pursued until they shed their blood for the name of the of Christ, to confess the good confession before Pontius Pilate. Fasting and the prayer, as those which is righteous and just and the cross bearer, pursued they dwelt in the mountain deserts, the walls of the earth, because of their love, great love for the Christ the King. فنصم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم لهذه الذبيحة المقدسة ونتناوب منها بشكر لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وكي غير مغزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب الذي في القدوس الذي في السماوات ونقول آبانا. آبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي لنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. كم بخلصتو إيسوس بي Oh.
Remember, Lord, our assembly's blessing. Save dominion, and with your spirit and fear of God, let us attend. Lord, have mercy. قدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين. واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس آمين. ثم أجيون كيمة ميون أليسين إيسو أخرستو تؤيو تسيمون آمين. Holy precious blood and true blood of Jesus Christ, the Son of God, our God. Amen. Amen. Be so man and be as no fente, amen. Will be notify bechen umes me. Amen. تناتي أوتم رنجي بفي خائي أن هذا الجسد المحي الذي أخذ ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا كلنا ولته قديسة الطائرة مريم وجعل واحدا مع لهود بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي. He gave it up for us upon the holy wood of the cross of his own will for us all. Truly I believe that his divinity parted not for his humanity for a single moment nor a twinkling of an eye, given us for salvation, remission of sins, and eternal life for those who partake of him. I believe that is true. Amen. 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 I believe that this is true. Amen. Pray for us and for all Christians who said to us concerning them, remember us and us of the Lord, the peace and love of Jesus Christ be with you. Let us sing Alleluia. Pray for the worthy partaking of the immaculate heavenly and holy mystery. He's Lord of mercy. Uh
مبارك الآيات باسم الرب. مبارك الآيات باسم الرب. المسيح سمعنا أربعين يوماً
that has breath, praise the name of the Lord our God. Alleluia. Jesus Christ fasted for us 40 days and 40 nights. Sabbath rike ayo ke agayo ibn mati alleluia. Jesus be Christos erneste vineri. Egon ene mene ho ne me men egor kenin ke ai ke estos e onastonion on amin alleluia. Jesus be Christos erneste vineri. Egon ene mene ho. Alleluia, Alleluia, Zoxasi, Otheos, Imon, Alleluia. Jesus, be Christus, Erneste, Vinere, Egon, Eneh, Mene, Ho, Nemeh, Mene, Egor. Alleluia, Alleluia, be Fabinuti be alleluia. Jesus be Christos ibshiri emefenuti sotem eron o naina. Efes maron enje. Have not seen, not nor hear, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, or the thing which you, O God, have prepared for them that love your holy name and have revealed unto the smallest children. If you will share, he has his fathers a pleasure before you, for your merciful we send unto you glory and honor, O Father, Son, and Holy Spirit, now forever. Amen. عبيدك يا رب هؤلاء يستخدمونك ويطلبون اسمك القدوس ويخدمونك. حل فيهم سير بينهم ساعة في كل عمل صالح نهتهم قلوبهم من كل فكر أرضي. امنحهم أن يحيوا وفكروا فيما الأحياء وفهموا هو لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. هذا نحن كل شعبك نصر قائلين أمنا يا الله مخلصنا. يا ملك اليوم هذا الطاعة صرنا أمام الرب ليغفر لنا خطايانا. نسبح مع الملك قائلين المجد لله في الأعالي وأرض السلام بالناس. Thomas Kimatos Monogenes, the Omet Alavontis of two of Heresty, so min Sabatri, Kayoki Agiobne, Mati, Thomas Kimatos Monogenes, the Omet Alavontis of two of Heresty, so min Kenin Kai Kestos Eonastone Onon Amin. Pai bevi somanem bi esno fente bi monogenis en noti. Naetani chie volen chitu marin cheve moten tot. Marin hos nemne angelos nemne tamante bechise neme bchorsen teni esmien oshe volen go emos. Vi eta vernes tevin eri egon. Enemen eho un ememe en egoran shobe roken tines te yakuni evolen na anomeye tenne top. Nemne ebrez veyen teta shois en neb mareye.
سوتيمونون اينان كي ليسون كي ليسون كي افلوغيسون امين اسمو ويرو اسمو ويرو استيماتان يكوني ايبول كوين بي اسمو بغرستوز بنوتي امين اسشو بي ابورن تيرين امنون تيكن استمنون تيكن نيكانو فينا نيفول جسو كي يون بي اون بزمون بي اما شايني امين اللهم قعنا مستعو شكري يا بانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كففنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن آدم زبين علينا ولا تخلنا من التجربة لكن نجينا من الشرير ولما حب الله العب نعمة الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة تعطي الروح القدس تكون معك ويكون منذ بالسلام سلام الرب يكون مع جميعكم مع روحك أيضا كل سنة وانتم طيبين يوم الحد هيبقى الحد نص حد السمرية بس لأن الحد ده موافق في عيد الصليب فالحد اللي جاي هيبقى هنصلي ونحتفل بعيد الصليب فهيبقى قداس واحد بس يوم الحد اللي جاي قداس واحد من الساعة 8 لحوالي الساعة 11 ففي باكر بيبقى فيه الدورة بتاعت الصليب بتاخد ساعة فبإذن ربنا الحد اللي جاي هيبقى قداس واحد بس من الساعة 8 للساعة 11 يوم السبت هتبقى عشية عيد الصليب إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين بركة الصليب تكون معانا جميعاً